صباح الخير، واخيرا اجي اليوم يلي صار لي زمان عم بستناه. رح اسولكم كل شيء كيف بتحضر ليوم تخرجي. عملت اظافري امبارح وهينا حضرت الفستان اللي رح البسه والشوز والروب، فهلا رح بلش ابلش علي. خلصت لباس وهلا رح ابلش باهم شيء يلي هو الميك اب. رح اورجيكم كيف بعمله خطوه بخطوه، فهي البيفور. يلا نبلش. اول شيء بنحط برايمر. الميك اب اللي رح اعمله هو سيلفر سموكي ايز، لهيك رح نبلش بالعيون. لرسم الحواجب رح استخدم جل بني، وللايشادو بحط لون ترابي كلون انتقالي. على الجفن رح استخدم لون فضي. بكسرة العين بندمج لون رمادي اغمق، وبالزاوية الخارجية بنحط لون اسود وبندمجه. ناخد نفس اللون وبنحدد فيه خط الرموش السفلية. ما بننسى المسكارا والايلاينر، واكيد فيك تركبي رموش اذا حبيتي. اما لبشرة صافية رح استخدم طبقة خفيفة من Full Coverage Foundation، واكيد بعديها الكنسيلر تحت العيون واي منطقة بنحب نضويها، وبنثبتهم ببودرة شفافة. وهلأ صار دور البرونزر والكونتور، وما بننسى بلاش بلون وردي. وللشفايف رح استخدم لون بينك فاتح. وهيك الفاينل ميك اب لوك. وهلأ صرت جاهزة لأروح لحفلة التخرج.